السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سوف نأخذ المحاضرة الخامسة بعنوان اليوريا واليوريك أسيد والكرياتينين اللي تعتبر نانو بروتين نيتروجين. حتى نفرق ما بين اليوريا واليوريك أسيد والكرياتينين، في البداية نجي نعرف اليورين اللي هو البول. يورين is a complex aqueous solution of inorganic salt and organic waste product of body metabolism. يعني هو عبارة عن محلول مائي معقد من الأملاح الغير عضوية ونواتج فضلات العضوية لعملية التقويض أو لعملية التمثيل الغذائي في الجسم. The term non-protein nitrogen مصطلح non-protein nitrogen compound arise from the catabolism of protein and nucleic acid. The biochemistry and analytical method of measurement of the NPN اللي هو non-protein nitrogen compounds urea, uric acid, creatinine والكرياتين and الأمونيا. ينشأ مصطلح non-protein nitrogen المركبات النيتروجينية الغير بروتينية ينتج من هدم أو تقويض البروتينات والأحماض النووية اللي هي النيوكليك أسيد. في مختبرات الكيمياء الحياتية اللي هي البايوكيمستري أند أناليتيكال ميثود والطرق التحليلية يمكن قياس المركبات النيتروجينية الغير بروتينية اللي هي تكون اليوريا واليوريك أسيد والكرياتينين والكرياتين. نجي على أول مركب من النون بروتين نيتروجين كومباوند اللي هو اليوريا. The NPN compounds present in highest concentration in the blood is urea. يقصد به أنه أعلى تركيز من الـ NPN اللي هي المركبات النيتروجينية الغير بروتينية موجودة في الدم على شكل يوريا. يوريا is the major product of protein metabolism. اليوريا راح تنتج بشكل رئيسي من التمثيل الغذائي أو من عملية التقويض للبروتينات. is formed in the liver. راح تتكون في الكبد وتتكون من مجموعتين من الـ NH2 from amino groups and free ammonia ومن الأمونيا الحرة during protein catabolism خلال عملية تقويض البروتين. يوريا نيتروجين is a more appropriate terms. يطلق على اليوريا مصطلح اليوريا نيتروجين ويكون معروف لدى المختبرات اليوريا نيتروجين، والسبب في ذلك أن اليوريا راح تحتوي مثل ما ذكرنا على مجموعتين من الـ NH2 مع مجموعة الكربونيل. نجي على الحالة الفيزيولوجية لليوريا. البروتين ميتابوليزم produce amino acid that can be oxidized to produce energy or stored as fat and glycogen. ينتج أيضا البروتينات، يتم يعني تقويض البروتينات وينتج أحماض أمينية اللي هي الأمينو أسيد. هاي الأحماض يمكن أن تتأكسد وراح تنتج لي طاقة أو تخزن على شكل فات الدهون and glycogen أو على شكل glycogen. This process هذه العملية relays nitrogen راح تحرر لي النيتروجين which is converted to urea واللي هذا النيتروجين راح يتحول على يوريا and excreted as a waste product وراح يفرز أو يطرح على شكل ناتج كفضلات. Following synthesis in the liver بعد ما يتم تصنيعه في الكبد، يعني بعد ما تصنع اليوريا في الكبد، يوريا is carried in the blood to the kidney. راح تنتقل اليوريا عن طريق الدم إلى الكلية where it is readily filtered from the plasma by the glomerulus. بعد ما تنتقل اليوريا من الكبد إلى الكلية يتم تصفيتها بسهولة من البلازما عن طريق الجلوميولرز اللي هي الكبيبات الكلوية. Most of the urea in the glomerulus filtrate is excreted in the urine. معظم اليوريا راح تترشح عن طريق الكبيبات الكلوية وتطرح مع اليورين، تطرح مع البول. And some urea is reabsorbed by the renal tubules. وقسم صغير من اليوريا راح يعاد امتصاصها عن طريق الرينال تيوبيولس
الأنابيب الكلوية. The amounts reabsorbed depended on urine, flow rate, and extent of hydration. راح تعتمد لي الكمية المعاد امتصاصها راح تعتمد على معدل أو تدفق البول أيضا أو كمية البول، وأيضا راح تعتمد لي على نسبة تواجد المياه. Small quantities of urea 10% of the total are exerted through the gastrointestinal tract and skin. أيضا كميات صغيرة من اليوريا اللي يقدر نسبتها 10% راح تطرح من خلال الجهاز الهضمي والجلد. The concentration of the urea in the plasma is determined by renal function and prevention. يعني تركيز اليوريا في البلازما راح يتحدد لي يتحدد بواسطة وظائف الكلى اللي هي renal function، أيضا سريان البول prevention. أيضا عندنا the protein content of the diet، محتوى البروتين في الغذاء، وأيضا and the rate of the protein catabolism، معدل تقويض البروتين. كل هاي العوامل راح يعتمد عليها تركيز. نجي على الحالة الباثوفيزيولوجي لليوريا. An elevated concentration of urea in the blood is called azotemia، أي أنه زيادة تركيز اليوريا في الدم راح نسميه الأزوتيميا. فمصطلح الأزوتيميا يشير إلى ارتفاع تركيز اليوريا في الدم. الـ Very High Plasma Urea Concentration Accompanied by Renal Failure is called uremia. الارتفاع الشديد لتركيز اليوريا في الدم أو في البلازما والمصحوب بالفشل الكلوي راح يسبب لي أو يسبب لي اليوريميا. فمصطلح اليوريميا اللي يكون ارتفاع شديد في تركيز اليوريا في الدم والمصحوب بالفشل الكلوي أو ما نسميه باليوريميك سايدروم. نتيجة لذلك أنه راح يصبح تراكم في اليوريا نتيجة للفشل أو القصور الكلوي الحاد، وبالتالي راح يؤدي لي إلى التسمم في الجسم. Condition causing increasing plasma urea are classified according to the cause into the three main categories: pre-renal, renal, and post-renal. حالات اللي تسبب ارتفاع اليوريا في البلازما عادة ما تصنف إلى ثلاثة فئات وفقا للأسباب اللي هي pre-renal قبل دخوله إلى الكلية، الرينال في أثناء دخولها للكلية اللي هي اليوريا، البوست رينال بعد خروجها من الكلية. نجي على أول حالة اللي هي البري رينال أزوتيميا. is caused by reduced renal blood flow، اللي تسبب انخفاض أو اختزال في تدفق الدم الكلوي. consequently this urea is filtered. causative factor include، وبالتالي فإن كمية اليوريا المترشحة راح تكون قليلة وتكون في حالات مرضية معينة اللي هي الشوك، الصدمة، اللي هي أو congestive heart failure يعني الفشل القلبي الاحتقاني أو القصور القلبي الاحتقاني، والصدمة والهيموريج نزيف الدم، الديهايدريشن الجفاف، الهاي بروتين دايت في حالة تناول الغذاء المصحوب بنسبة عالية من البروتين، or increased protein catabolism في حالة تقويض زيادة تقويض البروتين، such as stress في حالة الإجهاد، الفيفر الحمى، and gastrointestinal hemorrhage يعني النزيف الجهاز الهضمي. maybe increase urea concentration. كل هاي الحالات راح تسبب لي زيادة في تركيز اليوريا قبل دخولها إلى الكلية.
نجي على الحالة الثانية اللي هي الرينال أثناء دخول اليوريا إلى الكلية، قد تعاني من مشاكل وتؤدي لي إلى زيادة تركيز اليوريا في الدم. Causes of elevated urea include أحد هذه المسببات اللي هي acute and chronic renal failure، الفشل الكلوي الحاد أو المزمن. أيضا عندنا glomerular nephritis، الالتهاب الكبيبي. أيضا عندنا tubular necrosis، النخر الأنبوبي، and other intersting renal diseases، والتهابات أخرى حادة قد تصيب الكلى. هذه تؤدي لي أيضا إلى زيادة تركيز اليوريا في الدم. نجي على الحالة الثالثة اللي هي البوست رينيال أزوتينيا، بعد خروج اليوريا من الكلى قد تعاني أيضا من مشاكل أو مسببات تؤدي لي إلى زيادة تركيز اليوريا في الكلية. Can be due to obstruction of urine flow in the urinary tract by renal calculi, tumor of bladder or prostate or severe infection. تعاني من مسببات اللي هي تؤدي لي إلى انسداد تدفق مجرى البول أو المسالك البولية، قد تنسد عن طريق حصوة، أو تحدث ورم في المثانة أو البروستاتا، أو التهابات أخرى حادة. هاي الحالات الثلاثة اللي ذكرناها اللي هي البري رينال والرينال والبوست رينال أزوتيميا، جميعها تؤدي لي إلى زيادة تركيز اليوريا في الدم، وذكرنا المسببات مالتها. هناك أيضا انخفاض تركيز اليوريا في الدم اللي هي the major causes of decreased plasma urea concentration include، راح تتضمن لي low protein intake، انخفاض تركيز اليوريا بالبلازما قد تشمل انخفاض تناول البروتينات. أيضا عندنا severe liver diseases، عندنا أمراض أو التهابات الكبد الحادة راح تؤدي لي إلى انخفاض تركيز اليوريا، وإحنا ذكرنا السبب إنه قلنا اليوريا راح تصنع في الكبد، فأي مرض يصيب الكبد راح يؤدي لي إلى نقصان في تركيز اليوريا. بلازما يوريا concentration is decreased، أيضا راح تقل تركيز اليوريا في البلازما خلال during late pregnancy and infancy، خلال فترة الحمل المتأخر أو في حالة الطفولة، as a result of increased protein synthesis، في حالة الطفولة لأن راح تؤدي لي إلى زيادة تصنيع البروتين، لأن الجسم راح يحتاج إلى البروتين في هذه المرحلة. نجي على النورمال فاليو اوف يوريا ان بلازما اور سيرم ادلت للبالغين، تركيز اليوريا للبالغين في السيرم تتراوح ما بين 6 إلى 20 ملي جرام لكل دي سي لتر. أيضا عندنا النورمال فاليو اوف يوريا ان يورين في البول للبالغين تتراوح ما بين 12 إلى 20 جرام لكل دي. نجي على المركب الثاني من النون بروتين نيتروجين كومباوند اللي هو اليوريك أسيد. يوريك أسيد is the product of catabolism of the purine nucleic acid. اليوريك أسيد يكون ناتج من تقويض البيورينات للأحماض النووية البيورينية. Although it is filtered by the glomerular and into the urine، على الرغم من ترشيحه بواسطة الكبيبات ويطرح مع اليورين، most uric acid is reabsorbed in the proximal tubules and reused. معظم اليوريك أسيد راح يعاد امتصاصه عن طريق الأنابيب الأقرب ويعاد استخدامه، أي يكون على عكس اليوريا اللي يكون جزء قليل منه يعاد امتصاصه. اليوريك أسيد is relatively insoluble in plasma، عادة ما يكون اليوريك أسيد نسبيا غير ذائب في البلازما. At a high concentration can be deposited in the joint and tissue، بتركيزه العالي يمكن أن يترسب في الأنسجة أو المفاصل، causing painful inflammation، وقد يسبب لي التهابات وآلام حادة. نجي على اليوريك أسيد من الناحية الفيزيولوجية. البيورينات such as adenine and guanine from the breakdown of ingested nucleic acid. البيورينات عندنا مثل الأدينين والجوانين اللي هي تعتبر أحماض نيتروجينية والناتجة من تكسير الأحماض النووية، are converted into uric acid، راح تتحول لي إلى uric acid primarily in the liver، في البداية راح تتكون في الكبد. اليوريك أسيد is transported in the plasma from the liver to the kidney،
بعد ذلك بعد ما يتكون اليوريك أسيد في الكبد راح ينتقل عن طريق البلازما ويصل إلى الكلية where it is filtered by the glomerular reabsorption of 98% إلى 100%. بعد ذلك راح يتم ترشيحه بواسطة الكبيبات ويحدث إعادة امتصاص بنسبة 98% إلى 100% of the uric acid from the glomerular filtrate occurs in the proximal tubules عن طريق الأنابيب الأقرب الموجودة في الكلية. Small amount of uric acid كمية صغيرة من اليوريك أسيد are secreted by the distal tubules into the urine. كمية صغيرة من حامض اليوريك أسيد راح تطرح عن طريق الأنابيب البعيدة وتطرح مع اليورين، أي أنه معظمه راح يعاد امتصاصه وجزء قليل منه. إحنا ذكرنا أنه اليوريك أسيد معظمه يعاد امتصاصه وجزء صغير منه راح يطرح مع اليورين. Renal excretion account of about 70% of uric acid elimination. The remainder passes into the gastrointestinal tract and is degraded by bacteria enzyme. يعني أنه راح تطرح الكلية حوالي 70% من الحامض اليوريك أسيد، أما الجزء الباقي واللي هي نسبته 30% راح تمر عبر القناة الهضمية وبفعل الأنزيمات البكتيرية راح تتحلل في القناة الهضمية. Nearly all of the uric acid in plasma is present as monosodium urate at the pH of plasma pH 7. يوجد حامض اليوريك في البلازما على شكل يورات أحادية الصوديوم عند pH 7. اليورات is relatively insoluble عادة ما تكون غير ذائبة at concentration greater than 6.8 milligram لكل ديسيلتر. عندما يكون تركيزها أعلى من 6.8 تكون غير ذائبة. The plasma is saturated as a result. راح تنتج عن ذلك تشبع البلازما من ملح اليورات. واليورات crystals may be formed and precipitate in tissue. نتيجة لتركيزها العالي راح تتشكل بلورات اليورات وتترسب في الأنسجة. السبب في ذلك لأنها تكون غير ذائبة التركيز أعلى من 6.8 ملي جرام لكل ديسيلتر. نجي ناخذ النورمال رينج لليوريك أسيد. النورمال فاليو أوف يوريك أسيد إن بلازما أور سيرم بالأدلت بالميل عند الذكور تتراوح ما بين 3.5 إلى 7.2 ملي جرام لكل ديسيلتر. أما النورمال رينج في البلازما للفيميل تتراوح ما بين 2.6 إلى 6 ملي جرام لكل ديسيلتر. والنورمال فاليو أوف يوريك أسيد إن يورين أدلت تتراوح ما بين القيمة النورمال رينج لليوريك أسيد في الإدرار تتراوح ما بين 250 إلى 70. نأتي إلى الحالات المرضية اللي سببها ارتفاع تركيز اليوريك أسيد اللي هي الباثوفيزيولوجي. Elevated plasma uric acid concentration, hyperuricemia is found in cold, increased catabolism of nucleic acid, renal diseases, hemolytic or anemia. إنه ارتفاع تركيز اليوريك أسيد في البلازما راح يسبب لي الهايبريوريكيميا اللي نقصد به ارتفاع تركيز اليوريك أسيد في البلازما. هذا الارتفاع راح يسبب لي مرض أو حالة نسميها داء النقرس نتيجة لزيادة هدم الأحماض النووية أو تقويض الأحماض النووية، لأن ذكرنا أنه اليوريك أسيد ينتج من الكاتابوليزم أوف نيوكليك أسيد، أو في حالة الرينال ديزيزز أمراض الكلية، أو في حالة الهيمولايتيك فقر الدم الانحلالي اللي صاحبه تشوه كريات الدم الحمر. أيضا عندنا في حالة الأنيميا اللي هي فقر الدم. نجي على الكوت اللي هو مرض داء النقرس. is a disease found primarily in men and usually is first diagnostic uric acid. هو مرض
يصيب الرجال في الدرجة الأولى، وعادة ما يتم تشخيصه نتيجة لزيادة تركيز حامض اليوريك أسيد. نجي على الهايبويوريكيميا. فرق بين الهايبر والهايبويوريكيميا اللي هو انخفاض تركيز حامض اليوريك أسيد is less common than hyperuricemia and is usually to severe liver diseases or defective tubular reabsorption as in Fanconi syndrome. يعني يعتبر نقص حامض اليوريك أسيد يكون أقل شيوعا من الهايبريوريكيميا اللي هو زيادة تركيز اليوريك أسيد. هنا يحصل عادة في حالة أمراض الكبد الشديدة، لأن ذكرنا أن اليوريتين بداية يصنع في الكبد وبعد ذلك ينتقل إلى الكلية ويعاد امتصاصه. أيضا في حالة هناك خلل في إعادة الامتصاص الأنبوبي كما هو الحال في متلازمة فانكوني اللي هي صيب الأنابيب الكلوية. على الكرياتينين والكرياتين واللي يعتبرون أيضا نونو بروتين نيتروجين. كرياتينين is formed from creatine and creatine phosphate. الكرياتينين راح يتكون من الكرياتين والفوسفات وفوسفات الكرياتين. انمصل في العضلات and is excreted into the plasma at constant related to muscle mass. يتم طرحه في البلازما بشكل ثابت راح يتعلق لي بكتلة العضلات. بلازما كرياتينين is inversely related to glomerular filtration rate. يتناسب الكرياتينين عكسيا مع الترشيح الكوبيبي للكلية. And it is commonly used to assess renal filtration function. ويكون شائع في تقييم وظائف وظيفة الترشيح الكلوي، يعني إنه كل ما كان هناك يعني كل ما كانت نسبة من الكرياتينين راح تنزل من خلال الترشيح في الكلية، معنات إنه الكلى بيها خلل في الترشيح. نجي على الحالة الفيزيولوجية. كرياتينين synthesized primary in the liver from arginine, glycine and methionine. يتم تصنيع الكرياتين بشكل أساسي في الكبد من الحوامض الأمينية الثلاثة اللي هي الأرجينين والكلايسين and الميثيونين. It is then transport to other tissue. بعد ذلك راح ينتقل إلى أنسجة أخرى من الكبد، ينتقل إلى أنسجة أخرى مثل إيش عندنا such as muscle في العضلات، where it is converted to creatine phosphate حيث يتم تحويله إلى فوسفات الكرياتين. يعني أول شيء راح يصنع في الكبد من ثلاثة أحماض أمينية، بعدين راح ينتقل إلى أنسجة أخرى مثل العضلات، وراح يتحول الكرياتين إلى كرياتين فوسفات. أيضا عندنا which serves as a high energy source phosphate loss phosphoric acid. إنه الكرياتين فوسفات يكون مصدر غني للطاقة أو مصدر عالي للطاقة، ليش؟ نتيجة ارتباطه أو احتوائه على مجموعة الفوسفات اللي تكون مصدر الطاقة. الكرياتين فوسفات راح يفقد جزيئة أو يفقد حامض الفوسفوريك، and الكرياتين lost water to form the cyclic compound كرياتينين. أيضا عندنا الكرياتين راح يفقد جزيئة ماء ويتحول إلى مركب حلقي اللي هو الكرياتينين. فعندنا الكرياتين فوسفات أي مثل ما ذكرنا راح يفقد جزيئة حامض الفوسفوريك أسيد، والكرياتين راح يفقد جزيئة الماء ويتحولون إلى مركب حلقي اللي هو الكرياتينين which diffuse into the plasma and is excreted in the urine. ويتم الكرياتين اللي موجود في البلازما ويتم طرحه عن طريق الإدرار. نجي على هذا المخطط اللي هو الـ interconversion of creatine, creatine phosphate and creatinine. التحور الداخلي للكرياتين والكرياتين فوسفات and الكرياتينين. ما
مثل ما شرحنا إنه الكرياتين راح يتكون في الكبد من 3 أحماض أمينية اللي هي الأرجينين والجلايسين والميثيونين. بعد ذلك راح ينتقل على أنسجة أخرى مثل عندنا العضلات، ويكون لي الكرياتين فوسفات بفعل أنزيم الكرياتينين كاينيز، وهنا راح يحتاج طاقة على شكل ATP يكون لي الكرياتين فوسفات. الكرياتين فوسفات راح يفقد جزيئة أو يفقد جزيئة الحامض الفوسفوريك أسيد، وبالتالي راح يتحول إلى كرياتينين كما تشاهدون أمامكم في المخطط. أيضا عندنا الكرياتين راح يفقد جزيئة ماء ليكون مركب حلقي اللي هو الكرياتينين. هذا الكرياتينين راح ينطرح عن طريق البلازما ويصل إلى الترشيح الكبيبي اللي هي الجلوميولار فلتريشن، وبعد ذلك راح ينطرح عن طريق الإدرار. إذا إنه الكرياتينين يتكون بالكبد، والكرياتين فوسفات يتكون بالعضلات، اثنين راح يكونون المركب الحلقي اللي هو الكرياتينين واللي يتم ترشيحه عن طريق الكبيبات الكلوية ويتم طرحه في الإدرار. بعد ما تكون الكرياتينين is released into the circulation and it is filtration by glomerular, then it is stored in the urine. بعد ما تكون الكرياتينين راح يتم إطلاقه في الدورة الدموية ويتم ترشيحه عن طريق الكبيبات الكلوية ويفرز في اليورين مع اليورين. Small amount of creatinine are secreted by the proximal tubules and reabsorbed by the renal tubules. يعني أنه كميات صغيرة من الكرياتينين راح يفرز بواسطة الأنابيب القريبة ويتم إعادة امتصاصها reabsorbed by the renal tubules عن طريق الكبيبات أو الأنابيب الكلوية. Normal value of creatinine in plasma or serum في حالة الـ adult male يتراوح ما بين 0.9 إلى 1.3 مليغرام لكل دي سي لتر. أما النورمال فاليو للكرياتينين في حالة الفيميل الأدلت تتراوح ما بين 0.6 إلى 1.1 مليغرام لكل دي سي لتر. نجي على الحالة الفيزيولوجية للكرياتينين. Elevated creatinine concentration is associated with abnormal renal function. يعني راح يرتبط الكرياتينين، تركيز الكرياتينين المرتفع له علاقة بوظائف الكلى اللي هي renal function. Plasma concentration of creatinine is inversely proportional to clearance of creatinine. راح يتناسب تركيز الكرياتينين في البلازما راح يتناسب عكسيا مع glomerular filtration rate، يعني مع معدل الترشيح الكبيبي. فإذا كان معدل الترشيح الكبيبي decreased فالبلازما concentration للكرياتينين راح يزداد، وهذا يشير إلى indicating renal damage، راح يشير لي إلى أن هناك خطر في الكلية، معناته أن هناك خلل في ترشيح الكبيبي للكلى، وبالتالي راح يرتفع تركيز الكرياتينين في الدم أو في